مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من اسطنبول السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بكم سيد مصطفى. بداية، المظاهرات في العديد من المدن العراقية تتحول إلى اعتصامات مفتوحة، كيف تقرأ هذا التحول في الحراك الشعبي في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. منذ البداية اتضح أن المطالب التي خرج إليها المتظاهرون أولا في صعود، وثانيا أنها صارت تشمل يعني الأحزاب والتيارات السياسية، ولم يسلم منها حتى ما كان يسمى الخطوط الحمراء، حيث هوجم للمراجع المذهبية وهوجم حتى ميليشيات الحشد الشعبي. وبالتالي تطور هذه المظاهرات الشعبية العفوية إلى اعتصامات مفتوحة هو التطور الطبيعي لهذه المظاهرات، لأننا كما قلنا تطورت المطالب، ويقابل ذلك عدم استجابة من الحكومة، بل بالعكس هناك استهتار بمطالب الشعب، وهناك يعني انتقام من الشعب بهذه آلة القتل والدمار وعمليات الاعتقال والخطف التي تمارس بوحشية ضد هؤلاء المتظاهرين. نعم. الذين يطالبون بأبسط حقوق الإنسان في البداية، الذين طالبوا في البداية بأبسط حقوق الإنسان. سيد مصطفى، عاب البعض على هذه المظاهرات أنها ينقصها التنظيم، برأيك ما الذي ينقص بالتحديد هذه المظاهرات لكي تتحول إلى ثورة حقيقية بما تعنيه الكلمة من معنى؟ عدم وجود قيادة ظاهرة لهذه المظاهرات في هذه المرحلة نعتبر عامل إيجابي، عامل قوة لها وليس عامل ضعف. طبعا هناك ما ينقصها في حال تطورت أكثر فأكثر، تحتاج إلى شيء من القيادة المنظمة، وتحتاج إلى عمليات تنسيق، وتحتاج إلى جهات يعني تقود كما قلنا هذه، لترسم لها هذه المظاهرات، لترسم لها خطوط تحركها وتحولها إلى ثورة عارمة. لكن في هذه المرحلة أنا أعتقد عدم وجود قيادة أمر يسجل لصالح هذه المظاهرات، ويحميها أيضا من التسويف الحكومي، من محاولات الالتفاف عليها، من محاولات شرائها من بعض، أقصد يعني شراء هذه القيادات لو كانت موجودة من بعض الأحزاب أو من بعض الجهات الحكومية. العبادي أقر باعتقال 100 متظاهر وصفهم بالمندسين، كيف ترى هذه التهمة القديمة الجديدة؟ هذه تهمة بائسة لم تعد يعني يصدقها الطفل في العراق. عندما ثارت المحافظات في الوسط والغرب ضد نظام المنطقة الخضراء قبل 4 أو 5 سنوات، كان هناك اتهامات لهذه المحافظات ومظاهراتها واعتصاماتها، رغم كل السلمية التي كانت يعني تحظى بها أو تتمتع بها، كانت هناك اتهامات بالإرهاب واتهامات بالجانب الطائفي أو المذهبي، واتهامات انتماء هؤلاء إلى حزب البعث أو غيره. الآن يجري الحديث، لأنه لا يمكن اتهامهم بالإرهاب والدعشنة كما يقال، فجرى اتهامهم بأنهم مندسون أو ما شابه. في الحقيقة هؤلاء لا يوجد بينهم مندسون، الذين تم القبض عليهم هم أبناء هذا الوطن الذين ارتفضوا ثأرا لحقوقهم وطلبا لها، ولكن هذه الحكومة يعني تعبر كما قلنا عن استهتارها بمطالب هذا الشعب واحتياجاته الحقيقية، وتصف هؤلاء المتظاهرين بأنهم مندسون أو ما شابه. في سؤال الأخير لحضرتك سيد مصطفى، هناك رفض من المتظاهرين، رفض عام خاصة في يوم غد الذي يدعون فيه إلى مظاهرات، رفضوا وجود أي شيوخ عشائر أو سياسيين مشاركين في العملية السياسية بشكل أو بآخر من وجودهم بهذه المظاهرات، ما الذي يخشاه المتظاهرون؟ أجمل ما في هذه المظاهرات أن لا عمامة سيدة المشهد، ولا شيخ عشائري، ولا وجه حزبي أو سياسي. المتظاهرون مواطنون وسطاء خرجوا دون تبثيث ودون يعني انتماءات أخرى، هؤلاء عراقيون فقط.
الذي يخشاه هؤلاء من محاولة يخشاه المتظاهرون من هؤلاء هو محاولة يعني ركوب الموجة، محاولة شراء بعض الأصوات، محاولة التغلغل إلى داخل هذه المظاهرات لإفسادها، ولذلك هم مستمرون يعزمون على استمرارها وتطويرها وصولا إلى مطالبهم إن شاء الله، تحقيق مطالبهم إن شاء الله. السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.